تبنت المملكة خلال أول اجتماع لوزراء المياه في مجموعة العشرين أثناء رئاستها للمجموعة العام الماضي 2020 فكرة إطلاق منصة إلكترونية لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول المجموعة والعالم. دول العشرين اتفقوا على عقد حوار المياه بشكل سنوي لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول مجموعة العشرين والعالم. اجتماع وزراء المياه الثاني أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين تم الإعلان فيه عن إطلاق المنصة لتتولى المملكة استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى عبر أفضل الممارسات في إدارة المياه مع بقية دول العالم ونشر نتائج الاجتماعات السنوية للمجموعة في منصة رقمية متطورة. ندرة المياه وموجات الجفاف والفيضانات في العالم تشكل تحدياً رئيساً لقادة المجموعة للوصول إلى توفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة لشعوب العالم كافة.